فصل. فصل: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. نعم، هذا بدأ المصنف في الأركان وسيأتينا حكمها، أن هذه الأركان لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان، ولكن قد تسقط بالعجز في بعض الصور. أولها القيام، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: وقوموا لله قانتين. والقيام القنوت هو الصلاة هنا، والقيام والقنوت يسمى قياما كذلك، فأمر الله عز وجل به في كتابه فدل على أنه ركن فيه. والتحريمة هي تحريمة تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، وسبق تفصيل أحكامها. وقول المصنف والفاتحة أي للإمام والمنفرد دون المأموم كما تقدم. قال: والركوع، وتقدم صفته، والدليل عليه أن الله عز وجل سمى الصلاة ركوعا. قال: واركعوا مع الراكعين. وقد ذكرت أمس على سبيل السرعة أن الضابط في معرفة الركن أن كل ما سمى الله عز وجل به الكل باسم البعض أو سمى البعض باسم الكل فإن ذلك البعض ركن في الكل. فقد سمى الله عز وجل الفاتحة صلاة فسمى البعض باسم الكل، فنقول إن الفاتحة ركن في الصلاة. وسمى الله عز وجل الصلاة أي الكل باسم البعض وهو الركوع والسجود، وسماه قياما كذلك، فدل على أن القيام والسجود والركوع أركان في الصلاة. ثم قال المصنف: والاعتدال، أي الاعتدال من الركوع فإنه ركن فيه، والسجود على الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة وتقدم معنا، والاعتدال عنه. تعبير المصنف بأن الاعتدال هذا يشمل أمرين، يشمل الرفع والاعتدال معا. لماذا قلنا أنه يشمل؟ لأن من أهل العلم انفصل بين الرفع والاعتدال، فيرون أن الرفع هو قصد الارتفاع من السجود إلى الجلسة، أو قصد الارتفاع من الركوع إلى القيام. فلو سمع صارخا فاعتدل من غير قصد له يقولون لم يتحقق فيه الرفع. ومن دمجهما مثل المصنف وغيره فيرى أن الاعتدال يكون ركنا بابتدائه وهو الرفع إلى منتهى. ثم قال المصنف: والجلوس بين السجدتين كذلك، والطمأنينة في الكل. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ تقي الدين في النورانية القواعد النورانية أن هذه الأحاديث تبلغ حد التواتر في لزوم الطمأنينة في كل الأركان. والمراد بالطمأنينة هو عود كل ركن لمحله، وكل ركن من أركان الصلاة فيه ذكر، فمن قرأ الذكر في ذلك الركن فقد أتى بالطمأنينة وزيادة. خذ قاعدة: فقراءة الذكر هذا زيادة على الطمأنينة، فكل من أتى بالذكر في الركن مثل التسبيح ومثل رب اغفر لي ومثل الفاتحة ونحو ذلك فإنه يكون قد أتى بالطمأنينة وزيادة حين ذاك. ثم قال المصنف: والتشهد الأخير. والمراد بالتشهد الأخير هو التحيات التي تقال في آخر الصلاة، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله إلى آخره. فدل ذلك على أنه قال فليقل، فجعله على سبيل اللزوم، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قط. وعبر بالتشهد الأخير لأنه لو كان فيه تشهد أول في الصلاة بأن كانت الصلاة ثنائية ثلاثية أو رباعية فالتشهد الأول واجب، وسيأتي دليله. قال: وجلسته أي والجلوس له كذلك. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيث وجب السلام عليه وجبت الصلاة عليه، فيأخذني نفس الحكم. قال: والترتيب بين أركان الصلاة، فيجب الترتيب بينها. ولم يذكر المصنف الموالاة، مع أن الموالاة لازمة، والسبب في عدم ذكره الموالاة أن فقد الموالاة تدخل في مبطلات الصلاة، تدخل في المبطلات. وسيأتينا إن شاء الله أن العمل المستكثر عادة يكون مبطلا للصلاة. ثم قال المصنف: والتسليم، وهو الركن الأخير. وعبارة المصنف بالتسليم يدلنا في ظاهرها على أن التسليمتين كلاهما ركن،
وأن التسليمتين ركن في الفرض والنافلة معا، وهذا هو الذي اعتمده المتأخر ومشى عليه في المنتهى، بينما المصنف في كتابه الإقناع مشى على أن التسليمة الثانية ركن في الفريضة وسنة في النافلة، وهذا الذي مشى عليه في الدليل. وعلى العموم المسألة ظاهر معتمد عبارة المصنف أن كلا التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة معا.